اكثر شيء يخوفني وانا جالس على كرسي حق طبيب الاسنان ويقول لي ترى عندك تسوس واحتاج تنظيف وحشو. التسوس او الحشي والالتهاب في اللثه خلع الضرس يعني. انه يقول لي انه في عندك سوس او تسوس في الاسنان. أسوأ خبر اسمع عن طبيب الاسنان انه يكون التسوس واصل للعصب واحتاج الى ازاله العصب. انا اللي سمعته كان اكثر من كذا. انا ابراهيم عمري 39 سنه. بدأت معاناتي مع الورم فترة طويلة، كانت بدايتها حشوات وتلبيسات في الأسنان الفك العلوي، بعدها حسيت بخراج وبعض الروائح الكريهة. رجعت كذا مستشفى سواء خاص أو حكومي، للأسف ما وجدت أي فائدة، حتى لجأت إلى أحد المستشفيات الكبيرة في مدينة الرياض، وبعدها كان الخراج كبير، وكان تشخيص الدكتور انه التهابات. التهابات هذه تم معالجتها باستئصال جزء من الفك العلوي وعدد 5 من الاسنان الامامية. طبعا ابراهيم راجعنا في العيادة كحالة محولة لدينا بسبب التهاب في الفك العلوي في اللثة. كان يعتقد أنه خراج وكيس حول جذور الأسنان، وتم عمل عينة له، ولكن النتيجة كانت عبارة عن التهاب. تم أخذ عينة أخرى وإرسالها للمختبر، وجاءت النتيجة برضو أنها التهاب غير محدد للثة ووجود كيس في الفك العلوي. فكان القرار طبعا أنه يجب تنظيف الالتهاب بالكامل وإجراء جراحة لإبراهيم لتنظيف الأسنان وتنظيف الخراج من الفك العلوي. إبراهيم طبعا تقبل الموضوع بشكل ممتاز، وتم تحديد العملية له وإجراء العملية تحت مخدر العام. نتيجة العينة للأسف كانت وجود ورم خبيث في الفك العلوي لإبراهيم. طبعا الموضوع لم يكن بالسهولة لإخبار إبراهيم به، ولكن تم شرح الموضوع بالتدرج له، وهو كإنسان مسلم تقبل الموضوع بصدر رحب، وتم إجراء كافة التحاليل اللازمة له بشكل عام والأشعات المقطعية الضرورية، وتم مناقشة الحالة مع التخصصات الأخرى في أورام الرأس والعنق، وكان القرار استئصال الفك الجزء كبير من الفك العلوي إضافة إلى الأسنان في الفك العلوي، وهو قرار صعب طبعا، ولكن للمحافظة على حياة إبراهيم وتجنب انتشار الورم في الجسم مما لا سمح الله قد يؤدي إلى فقدانه لحياته بسبب إهمال هذا الموضوع. الحمد لله تم إجراء العملية لإبراهيم، وكان طبعا فترة بعد العملية ليست بالسهل على المريض، ولكن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ثم متابعة العلاج وإكمال علاجه عن طريق الأشعة للورم تمت بنجاح والحمد لله. الآن إبراهيم طبعا يعتبر مبدئيا خالي من الورم، ولكن الفترة التي مر بها كانت صعبة، استدعت الكثير من العمليات و تعرض للإشعاع والتعب البدني والنفسي، فكان هذا بسبب وجود ورم في الفم. المؤمن دائما معرض ومبتلى للأمور هذه، لكن كان السبب الرئيسي يعني خلف هالأمور هذه كلها اللي هو التهاون، عدم إجراء الفحوصات الطبية للأسنان والفم بشكل عام، عدم مراجعة عيادات الأسنان. تقبلت الأمر الحمد لله على كل حال، قضاء الله وقدره وتقبلته. أقر الدكتور أو الطبيب المعالج إجراء عملية استئصال جزء كبير من الفك العلوي مع عدد الأسنان الفك العلوي كاملة عدا بعض أو الضرسين في الخلف. بعدها تمت العملية، كانت الأمور النفسية صعبة، الأمور العائلية والأسرية أيضا كان في صعوبة ومعاناة، لكن لله الحمد مع الاستغفار والصلاة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كان الأمر يسر. وأيضا وقفة الدكتور المعالج الدكتور عبد السلام الجباب أيضا كانت وقفته إيجابية جدا،
وله الشكر بعد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الآن أمر بمراحل جيدة، لذت في طور العلاج ومتابعة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى استشعر الصحة والله الحمد. طبعا أورام الفم بشكل عام هي تعتبر من أكثر الأورام انتشارا على مستوى العالم، ومن مميزة هذه المنطقة التي هي الفم أنه بإمكانية الفحص المباشر لها بدون الحاجة إلى مناظير أو بعض الأحيان أشعاعات. فمراجعة طبيب الأسنان بانتظام والفحص الدوري عند طبيب الأسنان قد يساعد على الكشف المبكر عن هذه الأورام. كما أحب أن أنوه أن الجانب الآخر والمهم في الكشف عن أورام الفم هو المريض نفسه، بحيث أنه في حالة وجود شيء غير طبيعي في الأنسجة أو وجود تغيرات في الفم أو اللسان يجب عليه أن يسارع بمراجعة طبيب الأسنان. أورام الفم ليس لها سبب محدد طبعا أو جازم بأنها مسببة للأورام، ولكن هناك بعض العادات السيئة مثل التدخين وبضغ التبغ وتناول بعض المواد المهيجة للفم تسبب تغيرات في أنسجة الفم مما يؤدي إلى حدوث أورام لا سمح الله. ففي النهاية الرسالة المهمة التي أوجهها لجميع الأخوة، الكشف المبكر عن أورام عن الفم بشكل دوري هو شيء مهم جدا وحيوي، وقد يساعد على تخفيف الأثار الجانبية للعمليات أو لا سمح الله على صحة الجسم بشكل عام، بالتعاون مع طبيب الأسنان وأخصائي صحة الفم والأسنان. كذلك تجنب العادات السيئة يساعد بشكل كبير على الحد من انتشار هذه الآفة. شكرا. الفحص الدوري عند دكتور الأسنان كل 6 أشهر ما راح يأخذ وقتك كثير، وراح يفيدك ويفيد أهلك، أيضا تركك للعادات السيئة راح يفيدك ويفيد أهلك.